حياكم الله مشاهدينا. راح نبدأ الآن اللقاء طبعا مع ضيفتنا الدكتورة أمل الأنصاري، عضو دولي في هيئة الغذاء البيولوجي في ألمانيا وعضو مجلس إدارة جمعية الطب البديل، واللي راح تكلمنا اليوم عن تغذية كبار السن. صباح الخير حياتي. صباح الخير، الله يحييك واهلا بالمشاهدين، الله يصبحكم كل خير يا رب. اللهم امين. احنا نسمع يعني الكثير دكتوره من النصائح المفيده للصغار للكبار، لكن احنا اليوم نبي نتطرق لتغذيه كبار السن. هل فعلا يعني لهم تغذيه خاصه، عنايه خاصه، مراقبه لغذائهم؟ اول شيء حقيقه اشكر الأخ المعد معد البرنامج عبد المحسن العلوي اللي اختار هذا الموضوع حقيقة، لأن هذا يمس شريحة كبيرة من المجتمع، وهم منو كبار السن، هم الوالدين الأجداد اللي أعطوا الكثير، ويا الوقت اللي المفروض الأبناء في البيت إنهم يعطونهم ولهم رعاية خاصة ولهم تغذية خاصة، فمنهم كبار السن. نتكلم احنا عن كبار السن ككل وعن الوالدين بشكل اخص. نعم هذا اللي سالتك عنه، لهم عناية، لهم رعاية خاصة حتى رقابة معينة لو بغى ياكل شيء. جدا. وطبعا لازم الابناء او الاولاد البنات هم اللي يشرفون على تغذية كبار السن في البيت، ما يتركون الامر هذا الى الخادم او الطباخ، لانه كبير السن يتعرض حق كثير من الأعراض مع تقدم العمر. يعني أكثر يمكن الأعراض اللي يمكن يشتكي منها كبار السن اللي هو ضعف العضلات، ضعف العظام، هشاشة العظام. نعم هو هذا أكثر شيء، يمكن العضلات، ضعف العضلات وضعف العظام، ونقدر نقول بعد تقلص الفقرات. تلاقي يعني يمكن حتى كبير السن يمكن تلاقي يعني يكسر شوية بسبب القضاريف يعني وهشاشة العظام اللي عنده. نقول إن هني يمكن يحصل سوء امتصاص للكالسيوم وفيتامين د في الأمعاء، نتيجة طبعا يمكن مع كبير السن 50% من نفرونات الكلى للأسف تضعف يعني قابليتها لتمثيل الكالسيوم. طبعا هناك عندنا رعشة اليد، عندنا الوهن، ضعف التركيز، ضعف العضلات، علشان كذي نقول ان هم لهم تغذية خاصة. اصعب شيء عند كبير السن يمكن او عند في مرحلة الشيخوخة اللي يمكن اهل البيت ما يدرون عنه، ان هو ما يشعر بالعطش ولا يشعر بالجوع، لان هناك بعض مراكز المخ تختل عنده. طيب. فلازم اللي موجودين عنده في البيت لازم ينتبهون للشيء هذا. أيضا الغدد اللعابية لقلة كفاءة الغدد اللعابية يحوش جفاف بالفم، تلاقي هناك عنده ضعف في اللعاب، عنده هذا يخلي البلع عنده صعب. الأسنان هذا لازم يكون الأكل يكون مطبوخ بشكل جيد ويكون لين، يكون سهل المضغ وكذا. نعم. بس جدا مهم نتوقف عند هذه النقطة اللي انت قلتي، ان كبار السن ما يشعر في الجوع العطش والجوع، ويحتاج او ان قلت الفرازات من المخ لهذه الاحتياجات. نعم. كيف يعرف الابناء او من يرعى هؤلاء بان هو في حالة عطش او حالة جوع؟ لا ينتظر، يعني انتم في البيت لا تنتظرون ان الاب او الام كبار السن يقولوا لكم ترى احنا يعني يعانين أو في حالة جوع، لأن يمكن هناك ما يشعر الكبير السن بالجوع، لدرجة أن كبار السن اللي يعيشون بروحهم يعني فجأة تلاقي دخلوا عليهم لقوهم متوفين بسبب أنه ما يشعر بالعطش، يحوش هناك جفاف. فلازم يعني اللي موجودين نعم يكون في شكل دوري في مسألة التغذية. طبعا لو حتى مثل ما نسميها احنا خفايف، شيء بسيط. طبعا وحتى الماء يقسمون الوجبة لخمس وجبات بدال الثلاث وجبات. وطبعا هنا يمكن هذا يرجع إلى أن كبير السن ما يشتهي الأكل لنقص الزنك عنده، دائما كبار السن تنقص
ينقص عندهم المعادن والفيتامينات، والحين في الوقت هذا أكثر، لأن تغذية البيت الطباخ الخادمة اللي تطبخ تطبخ الأكل بشكل سيء، فبالتالي كبير السن يحوش هناك كثير من النقص. حتى تصور حتى يمكن يكون فاقد للتذوق، يعني يمكن عنده حاسة التذوق قليلة بسبب أيضا نقص ملح الزيت أو مالح أو غير مالح. عشان كذي هو ما يشتهي يأكل، عشان كذي لازم ربة البيت أو الأبناء يعتنون في تغذية كبير السن. المناعة عنده تقل، الخلايا العصبية والعضلية تضعف، لدرجة أن العلماء لما حطوا خلية رجل، يعني الناس كبار في السن، تحت الميكروسكوب لقوا أن هناك ترسبات في السيتوبلازم، لقوا هناك ترسبات ودهون متأكسدة، بروتينات أشباه بروتينات دهون متأكسدة لقلة. لما فحصوهم لقوا عندهم نقص حاد بفيتامين سي وفيتامين اي اللي هما المضاد الفيتامينات المضاده للاكسده. طيب احنا عشان ما نبي الوقت ما نبي نضيع الوقت، ناخذ اللي موجودين معانا على الطاوله ونعرف اهميتهم في هذا الجانب. ان شاء الله. طبعا احنا اهم شيء ان احنا مثل ما قلنا نحن نعطي كبير السن الأغذية اللينة. فإحنا طبعا هني بالنسبة للتحلية، طبعا هذا عندنا الجيلي، هذا عندنا طبعا البودينج اللي إحنا دائما، بس يكون السكر إما عسل طبيعي أو عسل قصب السكر، إن ما كان مع سكر، أما إن كان مع سكر فممكن الاستعاضة عنا بسكر الستيفيا، هذا ما في آثار جانبية ولا يؤدي إلى مشاكل مثل السكريات الثانية. طبعا من أهم الأغذية يمكن عند مريض أو كبير السن اللي هم الأغذية العطرية، الأعشاب العطرية أو الخضروات العطرية، مثل عندنا الريحان، عندنا النعناع، عندنا الشبنت، عندنا البقدونس، وهذا أيضا دائما تلاقي كبير السن يعاني من الاكتئاب، يعاني من الحزن، وهذا طبعا لنقص المعادن اللي موجودة عنده، وهذا أكيد لأن إحنا سوينا دراسة على كثير من كبار السن لقينا للأسف عندهم كثير من المعادن ناقصة عندهم بالجسم اللي هي طيب كيف يتم استخدامها مع الأكل مع الشرب؟ ممكن طبعا كبير السن تقل كفاءة للأسف المعدة والأمعاء عنده ضعف الهضم، لقلة العصارات والأنزيمات الهاضمة. إذا ناخذ هالكم مثلا كل شوفوا كل هذا ناخذه كقبضة ونحطه في الخلاطة ونخلطه مع يعني جلاس من الماي، وبالتالي نصفيه يطلع ماي كذي لونه أخضر، وبالتالي نرمي الألياف. إحنا خذينا العصارة علشان احنا نعطي الكبار السن الفايده من الكالسيوم من المغنيسيوم من الفيتامينز، نقوم في مثلا عندنا حبه فواره، هذه مستخلصه مكملات غذائيه من يعني الطف ما يمكن، مستخلصه من الفواكه، نحطها بعد ما نسوي العصير نحطها داخل تفور وتعطي لما نعطيها كبير السن. تفضل بعد اذنك. يعني الان هذا الجلاس في عصير الخضروات، في عصير الخضروات اللي هي شنو؟ اي اللي هو الاشياء العطريه اللي تشيل الانتفاخات، تهدي الاعصاب، اللي هي الريحان، النعناع، الشبنت، البقدونس. نعم. هذول من اهم الاعشاب اللي توضع في الخلاط. نعم. تخلط مع جلاس ماي تخلط. نعم. وتصفى، وبالتالي تنحط ويضاف لها فوارة فيها كل المعادن والفيتامينات، وبالتالي يشربها كبير السن بعد استشارة الطبيب. بس طبعا هذه مأمونة جدا، أنا اخترت المأمون جدا. هذا بالنسبة للخضروات. للخضروات طبعا عندنا بعد عندنا العصائر هذول اللي هو الشمندر واليزر اللي يعطون كبير السن الابتسامة والراحة، وتلاقي سبحان الله يشعر بالسعادة. دائما نحاول نعطيهم عصير الشمندر عصير الليزر، وممكن نخلط الاثنين مع بعض بجلاس واحد. زين. نعم. أيضا عندنا هني أنا اللي جبت معاي هني بعد اللي هو عندنا الحليب، وأنا اخترت حليب اللوز. طيب. وممكن حليب جوز الهند، وتحط عليه ملعقة متوسطة مليانة من الكركم، مع نشوف هني تحت في رشاد، الرشاد مضاد للأكسدة، يمنع الأمراض، يعطيهم راحة، يقاوم التأكسد اللي عندهم بالجسم. نحط الكركم مع الحليب على النار مع الهيل مع الرشاد، وبالتالي يشربه كبير السن.
زيت الزيتون من أبدع الأغذية لكبير السن لأنه يمنع تآكل الضفيرة. الضفيرة الخلية دائما يكون فيها مثلا تحت ضفيرة ممكن تتآكل مع كبر السن. للأسف إحنا ناخذ زيت الزيتون الصبح جلاس ماي مع ملعقة كبيرة زيت زيتون مع ملعقة من العسل الطبيعي. طيب. لازم يكون العسل الطبيعي 100% ويخلطه وينشرب مرتين باليوم، ممكن المرة الثانية ممكن ماي مع زيت زيتون المرء الصبح مع العسل. طبعا هذا يمنع تآكل الضفيرة، الضفيرة العصبية. هذا مع قشر البرتقال أعتقد. هذا وايد نختم فيه إذا للأسف يعني ماكو وقت، بس ممكن قشور البرتقال لا ترمونها، تقطعون البرتقالة القشر وتحطونها مع الدارسين ومع الزنجبيل مع اليانسون مع نجمة اليانسون، وبالتالي تطبخونها وتحطونها ويشربها كبير السن اللي موجود معكم بالبيت. بس انصح زيت الزيتون لما تشترونه انا جبت نوعين، بس لا يبين، لا تبين العلامه بعد، ما تبين العلامه. هذا طبعا شفاف وهذا طبعا معتم. المعتم طبعا هو الصحي اكثر. طيب. لانه يكون ما وصل الضوء. يعاني كبير السن من الامساك، وايد يشتكون كبار السن من الامساك. هذا يسهل العمليه، هذا اللي سهل العمليه بشكل فظيع، اللي هو بذور الكتان تطحن، وبالتالي ملعقه كبيره تنحط مع الشوربه مع الماي مع العصير، ينوخذ منها 3 مرات باليوم. نعم. يبقى العافية دكتورة. بدون شك يعني احنا يمكن الخلطات اللي تكلمت عنها الدكتورة كثيرة، لكن ما هي كثيرة ولا هي كبيرة على من يستحقون، من أعطوا عطاء كبير في حياتهم لأجل أبنائهم، وبالتالي مو كثير ولا كبير عليهم أن احنا نخدمهم مثل هذه الخدمة من أجل صحتهم. كل الشكر لضيفتنا الدكتورة أمل الأنصاري، عضو دولي في هيئة الغذاء البيولوجي في ألمانيا وعضو مجلس إدارة جمعية الطب البديل. شكرا لك دكتورة. شكرا وأشكركم على حسن الاستماع. الله يعطيكم العافية ومع السلامة. فاصل ونرجع لكم مرة أخرى.